مساء الفل يا حبايبي. بصوا، كان فيه اليوم يوم تاريخي ايضا بالاعلان عن فريق جبهه البوليزاريو هنا في ارض الاحرار في الجزائر. يا جماعه، مين منتخب البوليزاريو ده يا جماعه؟ انا اول مره اسمع عنه يا جماعه. انا الفيفا واول مره اسمع عن منتخب اسمه البوليزاريو ده. منتخب دخل امتى وانا نايمه ولا ايه؟ ما هو انا الفيفا لما يبقى في منتخب فجاه دخل الاتحاد وبيلعب كوره وانا مش موجوده ومش داريه، ده انا الفيفا مش عارفه ايه منتخب البوليزاريو ده يا ابني. والواد لقرع ده قبل كده طلع اتكلم وقال ان منتخب المغرب مش هيحقق حاجه، وفي الاخر منتخب المغرب فاز على الجزائر 3-0 وهو جزائري. انا عايز اعرف انا كفيفا فين من الموضوع ده؟ انا ما اعرفش وما سمعتش خالص عن انه في منتخب اسمه منتخب البوليزاريو. حضرتك لا، هو في منتخب البوليزاريو وانا اللي اسست هذا المنتخب، وان شاء الله المنتخب ده هيلعب ضد الانديه بتاعتنا وضد المنتخبات مباريات وديه ومباريات رسميه، وهيلعب كاس العالم وياخد رابع العالم للانديه ان شاء الله. يا ابني انت عبيط يا ابني، منتخب بوليزاريو ايه يا ابني انت عبيط؟ انت يا ابني هو اي حد يلم شويه ناس ويعمل بيهم منتخب يا كابتن ويقول لك هلعب قدامه مباراه وديه؟ انا شعري ضايقني، لازق في العربيه مضايقني. المهم يعني انت عبيط ولا انت عبيط؟ نستمع اولا لما قاله سفير الصحراء الغربيه بالجزائر عقب الاعلان الرسمي عن تاسيس فريق جبهه البوليزاريو. الله 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 الله، ده انت عملت منتخب وعملت كمان سفير للصحراء الغربيه. مين سفير الصحراء الغربيه ده يا جماعه؟ هو قصده انهي صحراء غربيه؟ اصل في صحراوات غربيه، في صحراء الغربيه اللي في مصر مثلا دي بتاعتنا عادي يعني قاعدين فيها عادي مفيش حاجه. فانت حضرتك قصدك الصحراء الغربيه فين؟ الصحراء الغربيه اللي في دماغك دي. ما انت دماغك صحراء الصراحه، انا ما بحبش اتنمر على حد لكن الراجل ده يستاهل بصراحه. الصحراء هي اللي في دماغك دي. انما اللي عايز اقوله، مين هو سفير الصحراء الغربيه وما هي الصحراء الغربيه اللي يبقى عندها سفير دي؟ انا اعرف الصحراء المغربيه، ويعني السفير بتاعها مغربي، هو سفير المغرب في اي حته، لا 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 تنقسم عن المغرب يعني. انما انت عملت منتخب للبوليزاريو وعملت سفير للصحراء الغربيه، لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين واحد يقول لك توقفوا عن الحديث. توقفوا ايه يا عم؟ ده يستاهل الرد عليه كل يوم الصبح نفطر ونرد عليه. وبعدين كمان بدايه من اليوم وسيكون فيه لقاء ودي امام مديريه الجزائر يوم السبت 20 مايو لذكرى اندلاع ثوره البوليزاريو 50 سنه. النهارده يوم تاريخي، 50 سنه على البوليزاريو. 50 سنه على البوليزاريو وتاسيس الجزائر من حوالي 60 او 70 سنه، يبقى كده ناخد 20 60 سنه تقريبا، حاجه و60 سنه. يبقى انت عارف بقى المملكه المغربيه تاريخها قد ايه؟ عارف عمقها في التاريخ قد ايه؟ عارف ضربت في التاريخ كام سنه؟ عارف الكلام ده يا كابتن اللي طلع على الهوا في برنامج المفروض انه رياضي بتحتفل بتاريخ تاسيس البوليزاريو ولا مش عارف ايه البوليزاريو؟ الناس دي عيانه يا جماعه، الناس دي مش عارفه تعمل ايه، الناس دي مش لاقي حاجه تقولها، الناس دي كل هدفها انها تقوم بتقسيم المغرب، ولا يرغبون في اي لا يرغبوا في اي بني ادم انه يتكلم دفاعا عن المغرب او في صالح المغرب. بصوا طالع على الهوا بيقول ايه؟ عمل البوليزاريو منتخب وعمل سفير للصحراء الغربيه وعمل احتفاليه لتاسيس البوليزاريو. يا ابني ده هو عيد ميلادك يا ابني، ده عيد ميلاد، ده مش تاسيس، ده عيد ميلاد من 50 سنه. ده في ناس عمرها اطول، ربنا يديهم الصحه، عمرهم اطول من البوليزاريو. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ المغرب كبير يا ابني بتاريخه وبحضارته وبعمقه في العالم وتاثيره على العالم. اما يجي واحد زيك طالع على الهوا بيحتفل بجبهه ناس مجمعاها ولماها كده وبترغب في تقسيم اراضي المغرب، يبقى انت بني ادم لازم كل يوم الصبح افطر وادلعك. انا كل يوم هفطر وادلعك لان بقى منتخب جبهه البوليزاريو الذي حل منذ لحظات بمطار هواريب ومدين ادولب العاصمه لاقول لهذا الاجراء مباراه. لا حول ولا قوة الا بالله يا جماعة، الفيفا هتتساءل، جننتوا الفيفا يا جماعة، الفيفا نفسها هتسألكم مين المنتخب ده؟ هو مين اللي صحيوا الصبح عملوا منتخب دول يا جماعة؟ أنا عايزها فين الفيفا؟ يعني الفيفا لو شافت الموضوع ده هتعمل كارثة بجد صدقوني. يعني هتطلع تقول إيه ده؟ ده شوية ناس قاعدين قالوا شربوا سيجارتين وقال لك إيه؟ إحنا نعمل منتخب. إحنا نعمل منتخب جديد ونسميه منتخب البوليزاريو. والمنتخب ده ينزل يلعب المنتخبات الوديه عندنا ونلعب ماتشات وديه ونبقى عملنا منتخب. طب انت يا ابني عبيط، هو اي حد يعمل منتخب؟ طب انا عندي بقى، بص انا هلم اصحابي وهعمل منتخب، هعمل منتخب اسميه منتخب شارع الهرم او منتخب شارع فيصل عندنا في المنطقه يعني عشان انا من الهرم هسميه كده. او ممكن اعمل منتخب البنزينه ورايا اهي، هعمل منتخب البنزينه والعب بيه ماتشات وديه قدام النادي الاهلي وكده. ايه رايكم في الفكره دي؟
يا جماعه انتوا محتاجين علاج. اه استاذه يا بنتي، انت اللي قالك الكلمتين دول تطلعوا تقوليهم على الهوا. انتوا محتاجين علاج يا جماعه، احنا تعبنا منكم والله تعبنا، والمغاربه تعبوا، كل الناس تعبت. اصحى الصبح الاقي ناس ملبسين شويه عيال تيشرتات غريبه كده ويقول لك ده منتخب البوليزاريو، والتاني تصحي من النوم يقول لك سفير الصحراء الغربيه ان شاء الله. انا عملت سفير ومنتخب ومؤسسه ونادي ومركز شباب الحمد لله، وبلعب هناك كره ماء. طبعا احنا عارفين كره الماء فين، اللي على دماغه دي. لنا الله والله في كوكب لالا. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا. وطبعا امبارح لعبنا مباراه مشرفه، واولادنا لعبوا مباراه كبيره، والمهم اننا تاهلنا لكاس العالم، وهنستمتع قريب ان شاء الله بالكره المغربيه في كاس العالم للشباب، وحاجه جميله جدا. وغيرنا داخل يقول في التعليقات مبروك للسنغال الشقيق، احنا كمغاربة او مصريين نقول مبروك للسنغال الشقيق احتراما لمنتخب السنغال، انما انت اللي خرجت من الدور اللي قبل اللي قبل ده مالكش انك تتكلم على المنتخب المغربي اللي اصلا خرجك، ومالكش انك تصفر على النشيد الوطني. هو بيتقال عشان عيب يا حبيبي، النشيد الوطني يحترم، يحترم يا حبيبي. اتعلم بقى، اتعلم بقى، تعبتني معاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.